نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة صور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، وتعرضت لانتقادات كتيرة واتهمت باستخدام الفوتوشوب لتغيير شكل وجهها، خصوصي انها فضحت حالها ونشرت فيديو لها من دون فلتر بين الفرق بين الصور المعدلة والفيديو يلي كشف عن شكلها على حقيقته من دون اي تعديلات. واعتبر كتار انه تعديل صور الفنانات بشكل كبير عم بأثر سلبا على الصبايا يلي بتابعون، خصوصي انه بفكروا انه هالنجمات ما عندهم عيوب او شوائب، بينما بالحقيقة هن عم بعدلوا الصور. لمعرفة كافة الاخبار الفنية زوروا موقعنا الفن.com واشتركوا بقناتنا على يوتيوب ليوصلكن كل جديد.